مضروب ضربة وهو برضو ايه مظبوط مضروب ضربة. في ناس مش عارفة ان هناك بعض الالعاب ينتج عليها ان مفيش حد كسبان، في حد لعب في الموضوع طبعا استغل طبعا 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 طبعا. وانت حرك طب انا اقول لحضرتك حاجة يعني انا ما مش بتاع امن ولا لي علاقة بالقصة، بس المشاهدات. هو انا لو ما كنتش واصل لي ان الشركة دي الناس ما زادوش فيها مثلا، يكفي جدا نص ساعة توقف هيوصل لي المصنع متوقف. ما هو لو بيخبوا عليا بيقولوا ما فيش حاجة والبيانات اللي بتيجي مظبوطة هتوصلني هي نص ساعة ونرجع نشتغل. ايه يا اخوانا دول توقفوا المصنع توقف نص ساعة ليه؟ هيقولوا بس بيطلب يعني ايه وانتوا ما حسبتوش الحكاية، ما حدش وصل لهم، طب عايزين ايه تاني ونبص. انما الاصرار على استمرار ان الدنيا واقفة، بقول لك الخاسر الاكبر في حد يقول لا وكده انتوا هتكسبوا كده انتوا هتكسبوا كده انتوا هتكسبوا، يعني العمال هم الخاسر الاكبر هنا. لا بالمعنى في حد ده. ما في حد قد يكون هو خسر اكتر هو اللي خسر اكتر ما حققش اللي كان عاوز ايه اللي كان عايز يعمل هو كان عاوز حاجة ما تحقق. بقول لك فانت تقعد تبص كده الله، طب ما هو اذا كان في قرار، ومش عايز اقول ان الممثلين العاملين من النقابات جم قعدوا معايا من قبل القصه دي وعارفين ان ده بيحصل، وان جالي حد يقول لي بقول له انا يعني انا كانت نيتي، ما هو مش معقول ان احنا نبقى بقول لك 1,600,000,000 السنه اللي فاتت معدين الستة ان شاء الله السنه دي، ويبقى المكافاه اللي بياخدوها الناس صحيح مش كل الشركات بس يعني لازم الناس تحس لا ده في فرق. فقلت لهم بصوا انا في الـ في الـ في الـ في الجمعيات العامه بتاعت الشركات اللي حققت حاجه غير عاديه لازم ياخد مكافاه التميز دي غير الارباح تصرف لهم كذا شهر مكافاه التميز، اللي تحول من خسائر الى ربح لازم برضو ياخد، ومجموع ده هيتعدى بكتير، واللي قلل خسائره وقد يكون قلل خسائره مش هو اللي عملها بس يعني المحل قلله قال لك قللنا 200 مليون تقريبا كل الشركات دي قللت 700 بس انا هقول هحكي الحكايه هم ليهم فضل كبير في الحكايه وهم ساهموا في هذا التقليل، بس هم يفتكروا لما زرت المحل في السنه اللي فاتت مايو يمكن 2016 ولا يونيو 2016 وان انا عملنا اعاده حساب. ما هي الدنيا كانت ملخبطه خالص ازاي مش بس في المحل يعني في شركات كتير، فواحد عنده اجمالي تكاليف تعال نتكلم بمثل سهل يعني افرض ان حضرتك عندك مطعم وناس بتشتغل وبتدفع ايجار مع 5,000 جنيه في اليوم، وبعدين بيخش لك في اليوم 10 ايه زباين وانت بتبيع الطبق ب 50 جنيه، فكده 10 في 50 ب 500، تقول له ايه ما تحاول ترفع في الاسعار ارفع ايه يعني يخش لي 10 زباين هقول له كل واحد ادفع 500 جنيه ل 1000 جنيه عشان اكسب ليهم. انا لما جيت قلت لشركات الغزل وعملت معاهم ال 33 شركه اجتماع وقلت لهم انا عايز وكل واحد يعرض المشاكل، ممثلين عن شركات الحليج ممثلين عن شركات الغزل عن النسيج اختاروا، وعملنا يوم وكان يوم جمعه من بعد الصلاه لغايه بالليل قعدنا في مركز اعداد القاده التابع للوزاره، واول لما رحت قلت لهم انا هعمل عليكم حجر وحظر، انا مش عايز اسمع كلمه اجور ولا كلمه عماله زايده. اول واحد كان هيتكلم قال لي ما هو امال هتكلم في ايه؟ قلت له لا ما تكلمنيش في دي، قول لي مشاكلك وازاي تزود الايراد وازاي تزود الربحيه وانسى دي. اعتبر ان دي ما بقاش حد عارف يتكلم ليه؟ هو الحاجه اللي بيقولوها دايما اصل اجور كتيره اصل عمال كتيره لا قلت لهم انا عاوز قوائم نتائج اعمال قوائم ربح وخسائر ما فيهاش اجور. قالوا لي طب ما هو الجهاز مش هيقبلها، قلت لهم لا دي غير بتاعت الجهاز دي ليا انا، انا عايز اشوف الخامات اللي بنجيبها مصاريف التشغيل والنور والكهرباء بس هل دي بتغطي سعر البيع؟ وفوجئت بالتالي ان سعر البيع اللي بنبيع بيه ما بيغطيش الخامات، يعني بجيب قطن واغزله ابيعه غزل اقل من تمن القطن لما تضيف عليه تكاليف التشغيل ما كانوش شايفين دي ليه؟ كان كله محطوط على بعضه بالاجور بكله،
فيقول لك وانا مش هوصل للرقم ده. فابتدينا على طول كل ما التكاليف تزيد، سواء بقى سعر القطن بيزيد، الحاجات القطن اللي دي حاجة، سعر الدولار زاد أثر على كل أسعار المدخلات المستوردة، بنعدل الإيه الأسعار. أنا أول تعديل عملته كان في شهر 6، وهم يفتكروا إن لما رحت